ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم معاكم في 10 حاجات مهمة جدا لازم تبقوا عارفينها قبل ما تيجوا UK. اول حاجة هو انت لازم تبقى عارف انت هتروح فين، انجلند ولا جريت بريتن ولا UK، لان التلاتة مختلفين. وهحط خريطة صغيرة عشان تبقوا عارفين انتوا ايه الفرق بين التلات جزر دولت. دي الماب للجريت بريتن لكل الجزر اللي في المملكة العظمى ما عدا نورثرن ايرلند. UK بقى بتضم الاربع جزر كلهم، انجلند، اسكتلندا، ويلز، ايرلندا الشمالية. تاني حاجة ان الناس هنا هزارها تقيل شوية او نكتة بايخة زي ما بيقولوا كده dry humor، يعني لو انت في الشغل والناس بتهزر مع بعض وقالوا كلام فيه اهانة، هو ده مش اهانة، هو هزارهم كده، وده نتيجة ان هم اصلا شعب cold فهزارهم دايما بيبقى تقيل ودايما بيستخدموا السخرية في الهزار بتاعهم. وواحدة على واحدة انت هتاخد على الهزار ده، فمش هتبقى حاجة تزعل زي اول ما بتشوفهم كده بيتكلموا مع بعض. تالت حاجة بقى ودي مهمة جدا وهو الوذر، يعني انت قبل ما تخرج لازم تعمل تشيك على الوذر، لان انت بتشوف الاربع مواسم في يوم واحد، ممكن يكون الجو فيه شمس فجأة يمطر، فجأة يبقى حر، فجأة يبقى برد. فدايما الناس هنا بتبقى خارجة ومعها كوت، معاها جاكيت، يا اما في العربية يا اما معاها كده، لازم يكون معاك لان ممكن الجو في اي لحظة يتغير، ولازم تعمل تشيك للوذر قبل ما تخرج. تالت حاجة بقى هو البابليك هيلث او المستشفيات والعلاج، الـ NHS اللي هي National Health Service. العلاج عامة ببلاش هنا، مش مضطر انك تكشف عشان تزور طبيب او حد يكشف عليك، كل اللي انت محتاجه ان يكون معاك ورق هنا وبتكشف عادي. حتى البريسكريبشن او الادوية بتكون ببلاش، والاطفال لحد 9 سنين العلاج وكل حاجة totally free. في حاجة كمان عايز اتكلم فيها ودي نقطة ممكن نكون احنا مش عارفينها، هنا طول السنة بيبقى فيها شغل. فده رقم 4 بقى اللي انا عايز اقولكم عليها، البابليك هوليداي. مفيش بابليك هوليداي كتيرة، تقريبا الكريسماس والايستر بس، وطول السنة بيبقى فيها شغل، عشان كده بيبقى الناس عندهم ستريس او بيبقوا ساعات تحس ان هم هزارهم تقيل بسبب كده. بيسمحوا بس ب 28 يوم اجازة مدفوعين طول السنة، بس الناس مش بتعرف تاخدهم مع بعض. ايه كمان عايزين نعرفه يبقى مهم قوي لازم تكون عندك خلفية عنه قبل ما تيجي، ان هنا اصلا الناس ما عندهاش وان دايالوج، يعني في كذا اكسنت. كل مدينة لها الاكسنت بتاعتها، بيرمنغهام بيتكلموا باكسنت، نوتنغهام بيتكلموا باكسنت، فطبيعي جدا ان انت ما تبقاش عارف الاكسنت دي ايه، او ان انت يعني محدش يقول انا مش بتكلم زيهم ليه، هو اصلا هنا في اكتر من 50 اكسنت، فعادي ودنك تاخد بقى على الاختلاف ده. ان في اكسنت مش بتبقى معروفة قوي، هي من شبه السكوتش، يعني مش بيقولوا كل الكلام وفي كلام بيبقى متغير. فواحدة واحدة لازم يكون عندك فكرة ان في انواع في اللهجات، غير ان البريتش لانجوج مختلفة شوية، يعني مثلا بانتس ما بنقولش هنا بانتس، بنقول تراوزر. على الشيبس والفرايز برضو بنقول فرايز، وفي ناس بتقول شيبس بس يعني في الاغلب بنقول فرايز. في اماكن تانية مثلا بيقولوا على الار، طبعا الار مش موجودة خالص، فانت بتقول كا على الكار. جاليك اللي هو الجارليك، فالار مش موجودة، ما بيقولوهاش، مش كل الناس بتنطق زي الملكة. الفورمال لانجوج دي الملكة بس اللي بتستخدمها، لكن في العامة ما بيستخدموش كده، مش كلهم. فما تتوترش قوي لما ما تسمعش كلام انت عارفه وتكون عارفه بينطقوه بطريقة تانية، عادي ده طبيعي هنا. النقطة رقم 8 تقريبا، ان البلد قايمة على التاكس، فكمية ضرائب بتندفع هنا غير طبيعية. التاكس على المرتب بتاعك، تاكس على البيت، تاكس على نظافة البيت، على نظافة الشارع، في كل هيئة او في كل قسم في حياتنا هنا في تاكس، فالضرائب ياخدوا نسبة 40% ل 60% من مرتبك، وده كله بيترد بس لما تطلع على المعاش او كده، بس الضرائب هنا لازم الكل يدفعها وبيبقى اجباري. في بقى حاجة كل الناس بتلاحظها، ان الناس هنا مش فريندلي قوي، يعني لو انت ماشي في الشارع ما تتوقعش الهيلو اي كونتاكت، يعني في ناس لما تبص لبعضها ابتسامة او هاي، هنا لا، هنا معظم الناس بيبقوا جرامبي شوية ومكشرين، وده بسبب طبيعة الحياة اصلا، الجو اغلبه بيبقى برد وبيبقى في ستريس في الشغل، فهم بقوا كده بتحس ان وشهم مكشر، محدش بيقول لحد هاي هنا ما يعرفوش.
فده برضو ممكن يخلي ناس يقولوا ايه الاكتئاب ده، او هم طبيعتهم كده، ان الانجليز طبيعتهم كده، فدي حاجه طبيعيه جدا لازم تكون عارفها قبل ما تيجي هنا. وانا عايز اتكلم فيها خصوصا بقى البنات، ان الاحجام هنا مختلفه، يعني الناس هنا احجامها كبار شويه، فحجم الام هيبقى اس وحجم الال بيبقى ام، فلما بتيجوا بقى تختاروا الهدوم هتلاقوا هنا كل المقاسات المناسبه، بس احنا هناخد درجة اقل لان هنا الاحجام الطبيعية بتاعت الشعب الانجليزي كبيرة، فده طبيعي عندهم، ان انت هتلاقي لو انت مقاسك ام بتلبس هنا اس، لو مقاسك ال بتلبس ام، مقاسك اكس ال بتلبس ال، ودي حاجة بقى مساعدانا ان احنا نلاقي بصراحة فرص كتير للمقاسات اللي احنا عايزينها. حاجة من التقاليد المهمة جدا هنا، الشاي في اي وقت بيشربوه، ومش بيشربوا مثلا فنجان واحد، لا ممكن كذا فنجان في القعدة، وبتشرب في اي وقت. فالانجليش تي ده حاجة مهمة قوي من التقاليد هنا، لو اي حد يقولك تشرب ايه اول حاجة يقولك انجليش تي. طبعا اكتر شعب كمان بيحب يشرب كتير واين، وهتلاقي البارات مليانة على اخرها، لان هما بيشربوا برضو الواين في اي وقت، والناس بتقول ان هو من طبيعة الحياة برضو هنا، فبيلجأوا لده. في كمان رقم 9 بقى او رقم 10 اخر حاجة، المواصلات هنا، المواصلات هنا لطيفة جدا وسهلة، وفي كل منطقة لازم يكون في سيرفيس، فانت بتشوف المنطقة بتاعتك اقرب سيرفيس اتوبيس فيها ايه، وتستخدم تتنقل براحتك. اغلب الناس هنا بتروح الهوليديز ليوروب لان بيبقى ارخص واسهل من ان انت تروح دول عربية، فعشان كده الناس بتتفسح في يوروب، بيبقى ارخص لهم، التيكت بيبقى يعني رخيص طالما انت عندك اكسس لكده، يعني اقامتك تمام وكله زي الفل، فهيبقى عندك اكسس ان انت تزور يوروب بطريقة سهلة جدا. اتمنى يكون الفلوج عجبكم النهاردة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير وتتفرجوا للفيديو لحد الاخر، وتقولوا لي ارائكم في الكومنتس، لو عايزين تعرفوا اي حاجة عن اليوكي تقدروا تكتبوا لي في الكومنت عايزين تعرفوا ايه، وانا اقدر اجمع معلومات واقول لكم عنها. باي باي.